اول واحد يحكي عن العطور هابي تروج بارفام الاصدار 2024 كلش حلو جنن، والاحلى من عنده الثاني ما انكسر الفيرفيت ايضا بارفام شراقي حلو، والثالث الاخير الثالث الاخير هذا يعني، لكن مجموعة حلوة حصرية انا تكلمت عليها الاول وانتظر مراجعات قريبة. البارفام طبعا مو اصدار خاص، وهذا لوم ايديل بارفام، وهذا اللي جنن البينجيل الهند مع التوابل شي راقي، مجموعة جيرلون حلوة، لكن هذا عجبني اكثر. انا متعطر بطر بيتمارد اتعطر عند هابي تروج بارفام. هاو ماتش؟ 136 under 36. This one as well, same price. Yeah. Which one do you like? To be honest, I like all for different occasion, but my favorite one is this because I like vanilla. Ah, has vanilla. That's nice. Yes. Little bit sweetie. That's nice. Oh, good. Thank you so much. بس جربت المجموعة الحصرية من جيرلان البارفام 2024 130 باوند 100 مل، ثلاثة حلوات بالنص اللي قلت عليها مو حلو، بعد ما يبرد يجنن، وانتظر المراجعات القادمة. وشكرا لحسن الاستماع، ولا تنسون تتابعوني بشوف هالألوان الحلوة. نالكم صبايا، شكرا لكم.